متابعي أهل مصر، بنرحب بكم من محافظة البحيرة. معكم إحسان شعبان، مراسل محافظة البحيرة. لافتة إنسانية تشهدها مدينة شبرخيت بمحافظة البحيرة، حيث أقدم تاجر موبيليا على تدشين مبادرة كان عنوانها سدد براحتك، تعاطفا مع الشباب وإقبالهم على الزواج. كان مضمون تلك المبادرة هي منح الشباب الأساس المنزلي دون فوائد وإمضاء أو ضمانات، مقابل الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد ومراعاة الظروف الاجتماعية لعدد من الشباب. يعني مبادرة فريدة من نوعها بمحافظة البحيرة. هنا إقبال كبير من الشباب على تاجر الموبيليا الأستاذ نبيل إسكندر، والذي يعمل بتلك المهنة منذ قرابة 25 عاما. كما نرصد لحضراتكم أحد المستفيدين من تلك المبادرة من شباب إحدى قرى مركز شبرخيت بمحافظة البحيرة. لنا لقاء مع الأستاذ نبيل إسكندر صاحب تلك المبادرة. في البداية حابة أتعرف على حضرتك. معك نبيل إسكندر، حنا من بشارة مركز شبرخيت. اهلا بك يا فندم. اهلا. عايز اعرف بقى حضرتك موضوع الفكره او المبادره جت ازاي؟ والله حضرتك هي احنا شغالين بنظام تحمل الشباب او مساعد الشباب ده من سنين، مش من النهارده. لكن هي الفكره جت ان احنا قلنا طب ليه انا مش لوحدي، او ليه كل الشباب اللي زيي او اللي عندهم ورشه واللي عندهم مصنع او عندهم شغلانه ممكن يساعدوا زيي ويساعدوا الشباب زي ما انا بساعدهم، ومش اجباري يعني، على قد ربنا ما يقدر انه يتحمله في السداد، انه يتحمله في المصنعيه ما ياخدش المصنعيه كتير منه، ان يساعد معاه لما يتجوز، ويبقى كلنا ساعدنا ويبقى كلنا فرحناه وفرحنا معاه. وده على فكره حاجه جميله، ربنا هيكتبها لنا في السماء ويشيلها لنا اكتر من على الارض الف مره. وده اللي انا فكرت فيه، ان انا بدعو كل الشباب وبدعو كل الصناعيه وبقول لهم رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها، ورغم ان الخشب غالي ورغم ان كل حاجه غاليه، لكن بقول لكم انت لما بتعمل خير ربنا بيديك اضعاف اللي انت بتعمله. بقول لهم ان 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 اللي انت هتعمله ده بيساعد المجتمع، لان انا بساعد انسان يكون اسره ويفتح بيت ويكون ليه دور في المجتمع فعال، لانه حاسس انه مش لوحده، الناس كلها بتساعده. وده مش بقوله من نفسي كده ولا بألفه، لا، ربنا وصانا على الغلابه ووصانا على الناس المزنوقه والناس اللي ظروفها صعبه، مش بنألف يعني ولا بجيب حاجة جديدة، لكن بقول احنا يمكن ناسيين. انا عايز افكركم ان عمل الخير هو الاساس، واذا كنا والتجارة مع الله من اربح التجارات اللي الواحد يحس بيها، وده عن تجربة في حياتي انا عشتها وشفتها، ان كل ما بساعد حد كل ما ربنا بيدينا اكتر، وكل ما بسند حد كل ربنا ما بسندنا اكتر. وده مش من النهارده، ده من سنين. لكن اذا كانت اشتغل في المجال انا بقالي 25 سنة شغال نجار موبيليا، والحمد لله بدأت من تحت الصفر وبدأت من مفيش خالص، لأن كانت ظروف صعبة، والدي متوفي، لكن الحمد لله وصلت النهاردة أن بقالي سمعة وبقالي مكان وبقالي معيش مستور الحمد لله، وعندي بيت وعندي ورشتي، وده كله من بركة ربنا. لأن كان في تحدي بينه وبين الناس يقول لك إزاي أنت هتشتغل بالطريقة دي. حصل طبعا خلاف، نجارين كتير وقفت قالت لا انت ازاي تطلع شغل من غير فوائد، كده هتخسر، كده هتوقف ورشتك وهتكفل. قلت لهم لا، اذا كنت انا بعمل كده عشان خاطر ربنا وعشان ارضي ربنا، فاستحاله ربنا يتخلى عني،
وانا نجحت والحمد لله دل على كده. انت حضرتك واقفه موجوده اهوت في المكان وشايفه الورشه وشايفه الشغل اللي انا عايش فيها. التعامل مع الشباب بيكون ازاي بقى؟ يعني مثلا بيبقى في امضاءات حضرتك احنا عايشين في منطقه ريفيه وعارفين بعض، فلما بيبقى حد انا عارفه وواثق منه ما خلاص بقول مدام كويس ومعاملته كويسه، ما يهمنيش انه يمضي او ما يمضيش، لانه انا الامضاءات كلها ضمان للحياه والموت، فاذا كان ده مضمون ومعروف خلاص انا مش محتاج ان انا امضيه عشان خاطر يدفع او ما يدفعش. والسداد بقى بالنسبه لحضرتك بيبقى يعني بيلتزم بسنه معينه او السداد بقول له الزبون عندي او الشاب عندي بقول له انت امكانياتك ايه وظروفك ايه، بقول له والله يا عم نبيل انا هندفع مثلا مقدمه تلت المبلغ او نص المبلغ والباقي هقصده. اقول له طب وانت هتقصده على قد ايه؟ امكانياتك تدفع على قد ايه؟ يقول لي والله انا ممكن امشي معاك اخلصهم في سنه. اقول له ماشي. طيب امكانياتك اقدر تستحملني سنتين؟ اقول له ماشي. طب ثلاثه؟ اقول له ماشي بس يكون يكون احنا ملتزمين من الاول، هتدفع كل شهر كذا او تدفع على مرتين او على ثلاثه او على الزرع زي الفلاحين، بس ده اللي يزعلني. لكن انا بخليه هو اللي يجوع، ما بشرطش عليه يعني. الامانه انا يعني بسؤال كل الناس اللي اتعاملت معاها، اسعى لحد يقول ان انا شرطت عليه، لا انا بقول له امكانياتك ايه عشان تبقى ملتزم معايا. هتسد في سنه يبقى هتسد في سنه، في اتنين يبقى تسد في اتنين عشان ابقى عارف ان انا اعرف اتصرف الخشب واجيب، يبقى انت هتسد. والحمد لله يعني على ما اتذكر في تاريخ حياتي كله ما افتكرش ان انا مشيت حد من عندي زعلان او كسرت بخاطر حد او قلت لحد ما انتش عامل، يعني ما افتكرش ان انا عملت كده بامانه. يعني في حد بنفذ نفسي من غير صدقيني الله اعلم بالناس، لكن انا عايز اقول ان سياسه النجارين كلها ان النجاره ديت صنعه وشغل وان دي فلوس شغاله، واقول لك انا بدور فلوسي ولازم الفلوس دي تكسب كذا ولازم تكسر كذا. بتحسبها ازاي؟ لا انا بحسبها ازاي، لان انا اولا يعني اتربيت يتيمه ومريت بظروف صعبه شويه، والظروف الصعبه دي علمتني حاجات كتير جدا. علمتني اني كنت بتمنى ان حد يقف جنبي، حد يسندني، حد يقول لي بايدك. فلما اجي النهارده الاقي واحد قدام مني انا اقدر اساعده وربنا مديني وهو بيقول لي ساعدني، او انا مزنوق ومش قادر اساعده، طب ليه ما ساعدتهوش؟ طب ما انا حسيت بيه وحاسس بظروف. وبعدين انا شايف ان ده زي ما الناس بتزكي وزي ما الناس بتصدق وزي الناس ما بتعمل خير، ما هو ده خير. هو انا لما استر انسان ويتجوز وياخد انسانه، معلش كلنا بنطالبه بان الناس تستقر والناس تبقى نفسيتها حلوه، طيب انا بساعده ان يعمل بيت ويعمل اسره ويعمل حياه، انا بساعده بكده. انا بديله فرصه انه يعيش في مجتمع ويحس انه مش اقل من اي حد، وده عند ربنا مش كده مش شويه. اذا كنا احنا بنحسبوه بالماده انا هكسب قد ايه، قال طب ما انا هكسب عند ربنا اكتر. وانا واحد من الناس مع احترام للناس كلها اني انا عايز اكسب من ربنا اكتر من الناس، لان هو ده الباقي. قلت لي على موقف حضرتك ان انت عرضت مثلا لكذا موقف بس كنت بتعتمد فيها على ربنا وانك بتكمل ومساعدة الناس كتير. يعني انا ناس كتير برضو معلش صوابعنا مش زي بعضها زي بقلوب الفلاحي، لكن اتعرضت الناس ضحكت عليها في فلوس. لكن كان فكرة ان الخير ما ينفعش شر يغطي عليه او يأثر فيه، ده انا كنت رافضه. طبعا كنت بقول ما تاخدش حد بذنب حد، فلان وحش خلاص انا اتلاشاه وما اتعاملش معاه تاني عشان ضحك عليا، لكن مش معنى ذلك الناس كلها وحشه. تعتمد بقى على انك تمنح الاساس للناس على اي اساس؟ والله رقم واحد على السؤال، احنا فلاحين وعارفين بعض، بسال الاستاذ تامر الاستاذ نبيل ايه رايك في فلان، يقول لي والله فلان ده كويس وبن ادم محترم وهيسد، ظروفه صعبه بس هيسد، بس امين، بس ما بياكلش حد، اقول له خلاص. يعني طبعا احنا عارفين بعض. اريح نفسي وامضيه وخلاص يعني. انا امضي لما اشك فيه. يعني انا حتى يمكن ساعات يجي حد مثلا من برا المحافظه مثلا بالظبط طبعا انا عشان اديله من غير ما امضيه وانا ما اعرفوش، طب افرض ما جابش فلوس بالظبط، يبقى انا هكفي الورشه ومش هتاعت حد بالظبط. اي شيء في الدنيا حضرتك محتاج حكمه عشان تمشي بيه، عشان يستمر. ولكن لو اتعامل بطريقه ما فيهاش حكمه يبقى هيوقف. وده حاجه، ده اللي انا بعمله فعليا. انا بقول فلان ده كويس، سالت عليه كويس، خلاص ما يهمنيش بقى، مش مهم تمضي ما تمضيش، المهم انا يعني بالظبط. انا حاج وصلنا عشان احنا في الفلاحين يعني بننحرج من بعض شويه. يعني ما يعني انا لو رحت وقفت على بيت واحد قلت له عندك فلوس، تطلع الشرح كله قول يا عم ما تقلقش اللي انت عايزه خده. لكن طبعا عشان عارفين بعض. لكن في المدينه هروح ادور على مين واسال مين فيه. طب بيجي لحضرتك بقى شباب كتير مثلا بنفس الظروف ولا في ناس بتسدد على طول؟ والله يمكن عايز اقول برضو من بركه ربنا او يعني من الحاجات الحلوه ربنا نعم عليها بيها، اني عشان شايفني بسند فبيبعت لي مثلا ناس
امكانياتها حلوه تقوم تدفع فلوس تقوم تغطيني. اه بالظبط تقوم تغطي ان انا اقدر اعمل لناس غلب. فدي برضو من نعم ربنا ان انا واحد مبسوط وحالته مرتاحه بياخد اوضه فوري فيقوم يخليني اغطي الناس اللي هي بتاخد قصه ديت اتحملها امال اجيب لهم منين. فده من يعني من الحمد لله من كرم ربنا يعني. استاذ حضرتك بقى للتجار اللي زي حضرتك ايه رسالتك؟ بقول لهم كلك يعني معلش مفيش حد عمره تاجر مع ربنا وخسر. وإذا كنت واخدين الدنيا عبارة عن مكسب وخسارة في الأرض بس والعملية عملية فلوس وعملية إن أنا أكنز وأحوش في البنك وأحوش في البتاع عايز أقول لهم إن مش ده الهدف أو مش ده اللي ربنا خلقنا عشانه وأمرنا به. حتى لو قرينا في الكتب الصامية سواء كان القرآن أو الكتاب المقدس أو التوراة الكتب دي كلها بتدل بترشدنا أو بتنصحنا بحاجة واحدة بس عمل الخير عمل المحبة. يعني عندنا في كتابه لحبوا بعضكم بعضا يعني اذا كلمه المحبه دي عندنا الله محب. فانا لما بساعد حد انا بحبه لما بقف جنبه ما انا بحبه وده انا بطلب بيه اي حد الحب. على فكره عايز اقول كلمه اخيره برضو عايز اقول لهم احنا لو حبينا بعض ظروفنا هتبقى كويس. واذا كانوا بيقولوا الخشب غالي والدنيا غاليه يمكن الحب بتاعنا هو اللي يرخي كل حاجه. ما انا ربنا لما ايني بدل ده وبساعد ده هيخلي الدنيا حلوه معانا وهيبارك لنا في رزقنا وهيزوده اكتر واكتر. لكن لما لقيني انا طمعان وعايز اخد بس لنفسي واحوش وده يحوش طب هيبقى في خير منين؟ طب هيبقى في خير منين؟ فانا بقول يعني اذا كان حضرتك احنا بنصمم المبادره بتاعتنا مبادره راسين في الحلال وانا بقول اسمها مبادره حب اكتر كمان ان كل ما هنحب بعض اكتر ونساعد بعض كل ما الدنيا هتبقى كويسه وربنا هيرخيها علينا اكتر ويرزقنا اكتر ويبارك لنا اكتر واكتر. وده انا بدعوهم لكده وبقول لهمش غصب عنكم بقول لهم اللي تقدر تساعد بيه عشان تسند انت وانا جار زميلك عريس ظروفه صعبه او غلبان او يتيم ساعده انت لوحدك وتستحمله سنتين ثلاثه ساعده ما بقولكش حط من جيبك لما اقول لك اتحمل ظروفه اعتبره اخوك الصغير اعتبره ابنك عندك المقدره تحمل يعني طبعا. لكن ما بطلبكش انك تعمل ده غصب عنك لما بقول لك حب لانه احنا لو حبينا بعض بامانه مشكلتنا في الحياه النهارده مشكلتنا في العالم كلها عدم الحب عدم الحب. انا اناني وعايز احوش نفسه وده وده فما فيش حاجه. لكن لو كل واحد فينا دور على انه يساعد الاخر ويدي الاخر ربنا هيبارك اكتر وهيزود رزقنا اكتر. والحمد لله حضرتك موجوده في المكان والشغل وعن تجربه موجود كل حاجه على الطبيعه ده كل الاسئله عند حضرتك كل حاجه الحمد لله. انا بدي العريس من عند اوضه النوم والنيش والاطفال والصف كل حاجه بياخدها من عندي وكل حاجه على وكل حاجه على ايديا ما بعملش ما بجيبش حاجه من بره لان الحمد لله بعمل له حاجه عشان هو ما يقدرش يغيرها تعيش معاه سنه واثنين وعشرة ويبقى فرحان وكل ما ينام على السرير يدعي له وكل ما يفتح الدولاب يدعي له. انا مش عايز اكتر من كده انا عايز بدعاء الناس الطيبه ديت وبركه ربنا. وبقول للناس اللي ما جربتش بركه ربنا في حياتها واذا كانوا فاكرين بقول لهم تاجروا مع ربنا والله ما هيخسر حاجه. اذا كان فاكرين ده هيخسره انه ما زودش فوائد ولا حتى ده اقول له والله ما هتخسر كتير لان التجاره مع ربنا اربح مليون مره من الفلوس اللي في البنوك والتجاره مع الناس. شكرا لحضرتك من حضرتك نورتونا وشرفتونا. يعني معانا احد اقارب المستفيدين من تلك المبادره هناخد برضه نعرف منه رايه في المبادره. البدايه حابه اتعرف على حضرتك. انا تامر عيسى خالي العريس احمد القاضي اللي لسه جايب عزان من عند يعني عايز اعرف بقى تكلمني عن المبادره شويه وسمعت عنها ازاي. طبعا انا سمعت منها عن المعلم نبيل من الشباب. كل ما اقعد مع شاب يقول لي ده المعلم نبيل عمل معايا واحد اتنين ثلاثة شويه الاقي شاب تاني يقول لي والله انا وديت الفلوس قبل ميعادها فلقيت المعلم نبيل عطاني بدل ما هم كانوا 5000 لقيته عطاني منهم 3000 جنيه. قلت له ازاي يا ابني هو ما بياخدش ضمانات؟ قال لي لا عم نبيل كلمته كلمه شرف بالظبط على كلمه الشرف. هو بيسال مثلا على اصلك وفصلك وبناء عليه بقوم بمساعدة الشباب. انا مش عايز اقول لك في ناس كتير ستات ياما بتدعي له وبراعي اليتامى قوي اليتامى قوي بيبقى لهم حسابات خاصه. يعني يمكن هو راجل بيجيب معلش فوائده من البنك فوائده من البنك البنك بعد عليه بس هو ما بيحبش ان هو يضغط على الشباب بالزبط. يعني مثلا خدت حاجات مثلا قيمتها المفترض 10000 جنيه بعد سنه يا معلم نبيل جيت بعد سنه عطيته كمان 6 شهور كمان 6 خدتها سنتين لا ما يقوليش لا فوائد ولا كاني ولا ماني اي حد تاني مع ان البنك في هذا الموضوع بعد عليه هو بس هو ما بيعدش عنه. هو لما سالته يعني في الموضوع قبل كده قال لي لا انا باخد الفوائد بتاعتي من عند ربنا وهو عنده الصواب كله يعني.
وعم نبيل في حاجه عايز اتكلم عنها. انا في ناس بتيجي هنا مثلا تقول له احنا عايزين عسكري، يقول لك لا انا العسكري بلاش، مع انه واحد نجار يعني، عسكري ده بتاع زي الكومودين والافلام دي وكلام من ده. لا يقول له يا ابني ده كده يعني ده بثلاث اربع خمس تلاف، لا ملوش لازم، زي الجزام يعني، انت تعدي نفسه في مصلحته ان هو الناس تعمل وتستفيد. يعني موضوع في دلوقتي زي ما انت عارفه، يمكن عم نبيل يشاركني في الراي، في ناس ياما جات له عشان موضوع العسكري والشيزلونج والافلام دي. دي موضه اوروبيه ودي موضه جديده العسكري، وانتشر بشكل فظيع. لا عم نبيل قال لا انا ما اعملش الحاجه دي. ليه يا عم نبيل؟ قال لك لا قال لك لا انا عسكري ومش عسكري، بشجع الشباب. وهو فعلا عم نبيل شخص نبيل واسم على مسمى، لان يعني قلما يزود، وهو ما بيميزش معلش يعني بين حد. انا اخذت فكره الصراحه عن الشغل، ما لا لا ما بيميزش مع كل الناس، عنده سواسيه. وانا المبادره دي ناس كبيره استفادت منه، وانا بدعي كل المجتمع المدني ان هو يساعد عم نبيل ويقف جنبه، حتى ولو بالدعم المعنوي، يا ريت يتكرم من قيادات المحافظه، لان دي مبادره ما استطاعش اي حزب او اي حد يفكر فيها، وهي رسم في الحلال. وهو بيعمل حاجه يعني، انك تستقطب شاب من الضياع وتحاول ان انت تفتح له بيته او تجوزه او تجيب له عفش، وده اصعب حاجه العفش. فانا يعني احنا مع عم نبيل، واحنا مستفيدين، ويا ريته يعمل مبادره كمان للناس اللي عايزه تطلق وتتجوز تاني، بس باسعار جديده يعني. وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ربنا يسهل يعني، هيستفاد فيه ناس يا ما يعني. هناخد بس مع بعض جوله متابعي اهل مصر داخل ورشه عم نبيل. يعني مبادره فريده من نوعها بمحافظه البحيره، اطلقها عم نبيل اسكندر لي سدد براحتك وتوفيق راسين في الحلال، اساس دون ضمانات ومقابل مادي المتاح، وتسدد براحتك. ده كان شعار رفعه عم نبيل اسكندر هنا في محافظة البحيرة لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج، ومناجدة منه للتجار الآخرين بتنفيذ تلك المبادرة لمساعدة أكبر قدر من الشباب. هناخد نشوف مع بعض جولة داخل الورشة، بيتم تصنيع الأساس وكامل داخل تلك الورشة. شكرا لكم.